في مثل هذا اليوم من العام الماضي 11 من رمضان 2015 ارتكبت ميليشيا الانقلابيين واحدة من أبشع المجازر في عدن، حين استهدفت بقصف صاروخي مدينة إنماء السكنية، والحصيلة ضحايا وأضرار. في يوم 11 رمضان السابق للحرب، يوم الخميس الساعة 1:30 الفجر، تم قصف الشقة من قبل الحوثة بصاروخ كاتوشة راجمة صواريخ، وتعرضت الشقة إلى دمار، وتم إصابتي شظية طبعا وأخوي شظية وبقية الأسرة، يعني ربوض كسور. عندما ضربت الكاتوشة حطت في العمارة واصطابت 2 بنات وأمهم وولد 4، وبالشارع واحد توفى، 5. تفاجأنا بالصاروخ هذا اللي جاء بيت أبو صالح، قمنا نحتفل أن كنا أولا مش عارفين إيش مكان الصاروخ، يعني ما شفنا الدخان الاتجاه هذا، احنا مسرعين لها عند العمارة، دخلنا العمارة حصلنا أبو صالح عبد الفتاح وأهله نسوان وأطفال، وقم إخراج بعضهم اللي استطاعنا إخراجه، وبرضه في 2 كانوا عابرين في الشارع، استشهد واحد قتله شظية، استشهد اسمه شايع علي شايع الله يرحمه، والثاني اسمه رياض بالليل شيخ بالليل، اصطاب يعني الحمد لله الآن تمام. أنا كنت في البلكونة، جتني شظية في الجهة هذه الجهة اليسرى جنب القلب، وأخوي الثاني طالع كان للعمارة، استوت له برضه شظية، وأحد المواطنين الأخ شايع شظية استشهد، وتم نقلنا إلى مستشفى أطباء بلا حدود، وهناك تلقينا العلاج. ناس جالسين نايمين داخل بيتهم آمنين، أطفال، وهكذا يعني عشوائي الضرب. رغم يعني مباشرة دخلت في هستيريا خاصة على الأسرة، حتى انصدمت مع الأطباء المستشفى. قهر وحزن على هذا المواطنين الذي ما لهم داخل أبرياء في بيوتهم آمنين لضربهم لداخل بيوتهم، هذه جريمة والله. كانت يعني ضربة يعني مؤلمة صراحة، ولم نتوقع يعني أن تكون ضربة بها راجمات صواريخ يعني يضرب المواطنين أو يستهدف المواطنين بهذا السلاح الثقيل. يضرب عشوائي فوق المواطنين ما يهم. إنما معروفة مدني سكنية مدنية، لا فيها معسكر، لا فيها يعني نقاط رسمية فيها مدرعات أبدا، كلها مدنية. والدليل على ذلك إنها آوت من كل المديريات عدن وغير عدن، من لحق من أبين آوتهم كامل. كانت أنماء ملجأ للنازحين، وغير متوقعين هذا أن يكون عين الحوثيين بهذه الشراسة وبهذه الفظاعة. كانوا في هستيريا يعني يضربوا عشوائي في المنطقة 5 في إنماء، قتل هاونات واصطابوا في بيوت برويكا موجود هناك. ما كنت متوقع هذا نهائيا، بحكم انه انا ما مدينة يعني مأوى النازحين، مش متوقع هذا الكلام انه تقصف ولو حتى ضرغت رصاص، ولكن كانوا يعني عديمين الضمير ما عندهم دم. بعد ما ضرب البيت هذا يعني الاطفال والناس كانوا جلسوا سهرين، ما كانوا يسهرون، يقول لك خفي ضرب، تتوقع ضرب من اي مكان. كان الخوف عند المواطن، اول ما يعني تخرج من بيتك رايح من المسجد رايح تتوقع ضربه هون، تتوقع صاروخ، كان يعني حياه
مؤلمة وتعيبة جدا صراحة. الشقة يعني تعتبر منتهية انتهاء كلي، ثلاجة المصبنة المكيفات، البيت كامل العفش، كل بيت كامل، غرفنا نوم، غرفتين نوم، تنور، البيت يعني نهائي. في شهر رمضان تستذكر الأسر معاناة الحصار وآلام الحروب، فالميليشيا التي مرت من هنا تجردت من كل القيم الإنسانية، والدمار خير شاهد ودليل. في رمضان السابق كان علينا ضرب، يعني ما يرحموش أحد، ويا الساعة 5 خد نحن داخل البيوت، يلا نخرج نجلس جنب الباب والرصاص الساقط لا فوقنا 23 يضرب لحم، قذايف اللي عندنا هنا أربيجي من داخل ده، ويعني يكبروا الموت لأمريكا وإسرائيل. ليش هذا الموت علينا حق كلنا مش إلا على أمريكا وإسرائيل. شهر رمضان السنة اللي فاتت غير غير الشهر هذا السنة، يعني هذاك السنة في رمضان هذاك في السنة اللي فاتت أيام الحرب كان الكيس دقيق يطلع 24,000 شلينا. رمضان السابق أقول لك الشعب عانى من حصار، من فقر، من جوع، من ظلم، من حرب. الراشن ما فيش، الدكاكين كانت تغلي علينا، قد نحن بتبتب وغضب الربع هذا كمان يذبحون إحنا، يعني كانت الرحمة ما فيش لا من الحوتيين ولا من التجار أصحاب الدكاكين، يعني عانينا معانا ما يعلم بالله. ما حد يحصل الدقيق كامل، والناس اللي كانت تجي من أماكن بعيدة تروح تجلس في المدارس، تجلس في المستشفيات، يعني كان ما حد يعينهم. كنا في رمضان نعاني مآسي كثير، زي الكهرباء زي الماء، كنا نروح نجيب ماء من داخل المساجد، كان معي بابوري انا اروح اجيب ماء ويضربوا علينا رصاص، والله انسان الفكه حق القوس، وانا معي ابوي استوبوا قلطه الساعه 2 بالليل، خرجت فجاه ان انا امشي لا سنه فكت القوس وهم يضربوا، ارجع يقولوا لي، اقول لهم معي ابوي في بو قلطه ما يهدرش، قل له يهدر يقول ما يهدرش، قلت لهم صدقوني انه معي مريض، ورجعونا ورجع الدرب انسان المزارع خلاص الله، يعني كان نحن مش بشر عندهم. الصوم بلا ماء، اللي معه قليل ما يحصل، ويلا الحبة التمر القرطاس التمر كان ذاك الأيام 800 ما تحصلش، الحبة البطاط ما تحصلها، الصيد ما فيش، اللحمة هذه ما تأكل لأنه كان غلم عشاء، ما خلوا الأشياء تدخل للمواطن. كان كل واحد يساعد الثاني من عنده، من معه قليل دقيق ولا شيء يعين جاره، كان يعني من كتر الخوف نحن مش قادرين نخرج، كنا معاجز داخل البيوت متوقعين الموت بأي لحظة. طيب شعبان الناس حرموا بهذه الشهرين، فما بالك ما سيأكلون برمضان؟ ما أتى رمضان إلا والدنيا غدا يابس. الآن في شهر رمضان لا بأس به، لكن السنة الأول كان ما يحصلوش الناس لا ثلج ولا أكل ولا يشربوا الناس من الحبارات، يحصلوا بعضهم يحصلوا على مياه بعضهم يحصلوا. يقول إن المواد الغذائية واقية، ونحن نكون منتظرين بكرة بعده بدقين يقولوا خلاص الحوثيين صادروني. أول ما توصل جولة المقارن اللي فيها الحوادث مباشرة تفتيش، يعني إيش والله تفتيش غير 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 عادي، دقيق مرة حبة طماط خضرة دقيق هاي ينزله، والله إن يقطعوا الكيس دقيق يرموه في الأرض. وجبة الغداء يأكلوا حق يومين 3 أيام، اللي عنده كسرة خبز حفظها الجهال اليوم الثالث، لأن ما كانش فيه مواد غذائية
ولا في كهرباء ولا في مياه. منهم من كان من يعتمد على الأندومي، هذه الوجبة الخفيفة، الحالة ما تسمح، ما معك إلا هذه الوجبة. بعض الدكاكين يستغل الناس، والبعض منهم باع بما استطاع وسكر وسافر، لأن الحالة ما كانت مناسبة للعيشة هنا، للمعيشة في هذه المنطقة. كانوا يقصفون مناطق في عدن كثيرة، في البريقة، في الممدارة، في دار سعد، ويرتكبون مذابح ويذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين. حتى المستوصفات كانوا يضربوها، والمدارس يشتوا يمنعوا الحركة نهائيا داخل المدارس والمستشفيات، بالذات بالبساتين استوى عن قصف كثيف، كانوا يضربوا علينا بالهاون. يعني أين الدواعش؟ إيش من دواعش يا أخي؟ هذا حروب، يعني انتقام، يعني ماش خوف من الله، يعني خلاص أنت عدوه داعشي، سمنك داعشي، كان مسلم ولا داعشي؟ كان فوق العمار متخبين، كان يعني واحد من الشرقية يندف، واحد من هنا، واحد منهم متخاصرين، يعني علينا كل حنا. صموا صموا، مخزنين مسجرين الصبح ظهر عصر في رمضان، هم مخزنين. أمرهم لله، زي ما شتتوا بنحنا وشمتوا بنحنا، زي ما شلوا علينا إحنا، أعز الناس علينا إحنا شهداء، راحوا من أطفال، من نساء، يعني من شباب. تقوم بقصف مدينة بدانات المدفعية، بالكاتوشة، وأيضا صواريخ متوسطة المدى أو بعيدة المدى، فهذه تعطي دمار، فأنت ترتكبها عمدا. كان يستخدموا الأرفيقي، يستخدموا الهاون، يعني أكثر من شخص كان يضربوه في المكان، يعني في الوجه يضربوه كذا، لأن العبوات هذه في الله أعلم إيش من صنع، يعني كان يضربوه لما يفك المكان هذا كامل يقدلوه قدم. هون السقف فلت عليها، والجدران شققت، يعني والدار اهتقفت، والحمام اهتقف، يعني صبحنا لا حمام لا بيت كم الناس ولا شيء، قاسين داخل غرفة قد نحن نتغسل في به ونطبخ في به وننام في به، ومتوقعين بأي وقت بتفلت فوق. أنا مشردين الناس، يعني خايفين من الحروب، يعني واحد تخرج قليل ما تسلم، تخرج من بيتك ترجع ما ترجع، لأنه كان جيش، ذا جيش وحرس وحوته، دول مدربين كانوا على سلاح وعندهم سلاح. كانوا يستخدموا الناس دروع بشرية، عشان إيش؟ عشان لما يمر الطيران يعني ما يضربش، لأنه تكون منطقة يعني في السكان مليان فيها بشر. بعد 3 أيام يجيبوا ناس جدد، يفكوا هذولا ويمسكوا ناس جدد يخلوهم عندهم، يشتتوا بنحنا وخرجونا احنا من البيوت حقنا. اول ما ضربت الطائره سنه القوس وضربت المخزن، اقول عندنا وخرجونا احنا بالزقه، نحنا فين نروح ننزح يا ناس؟ قلنا لهم يعني شتتوا بنحنا، يعني لدرجه ان احنا يسنا من القصه هنا، يعني كنا نتهرب زي الفيران، مكان لا مكان نتنقل، حتى لأنه البيت كنا نحس أنه كذا يشتل من كثر الضرب. حاربهم حرب يعني ما حصل عادة حتى مع اليهود، هذول منتقمين، انتقموا على الشعب. وجدنا في المخازن هذه في الفنادق أسلحة متفجرات وبخائر وسيارات. كانوا يعمدوا إلى إرهاب المواطنين ويرتكبون هذه الجرائم لأجل إضعاف معنويات المقاتلين. كم أسر تأتمت، كم أمهات يعني فقدت عيالها، فقدت زواجها، وكم جرحى الآن لهم مقدرين ببيوتهم بدون أي علاجات. هنا بالذات ناس ماتوا من الفقع، وكان شوف هنا خط النار وناس عايشين، ماشي مكان تهرب فيه، يلا إنه معه بيت، غرفتين، حمام، صالة، فين يروح؟ مدارس مليان ناس، أقوم من داخل معلق أقوم توار. نزح لهنا يرجعون قتال، نعم بقينا نحن من نقدر حتى نسافر.
نسافر نسكون احنا يقولوا ان المكان خطر وهنا خطر. بقينا هنا كل ما نقلنا نزح مكان ما نقدرش. تركت حافيه بلكواش. نزحت من الشيخ واني حتى بلكواش من الخوف. في حاجات كثيره احترمنا منه. كان احنا مش عايشين داخل بلادنا احنا. كان نحب بلاد ثانيه. عانينا معانا معلم بل الله. واضطهدنا اضطهاد معلم بل الله. نزحت بعد ما خرجونا رحت امه صلاح الدين. وضربوا علينا من صلاح الدين من داخل العمران لصلاح الدين ونزحنا رجعنا من الشيخ. في توصيفات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قتلوا الشباب، شردوا حريم، شردوا أسر، وهذولا كانوا لا يرحمهم لا يخافوا من الله. خالتي أنا أخت أمي اصطابت وقدها مريضة فوق الفراش، وهذا كمان اصطابت. إيش أقول لهم؟ عقابهم عند الله مش عندنا. كثير من الشهداء من الجيران، ما من بيت إلا وله ثلاثة أو أربعة شهداء. أغلب البيوت ثلاثة أربعة شهداء من القنص، من الهاونات، من فوق من الأعلى القناصات ومن الأسفل الهاونات. ضربوا علينا من عمران، حطوا بالمدرسة وماتوا هناك بيت، يعني ضربوا عليه بكاتوشة توفوا. نزحنا من جديد، رحت بالصهير الثاني الشيخ، بسيت بالشيخ يعني حوالي كده نص رمضان هناك. شتتنا يا أخي، كهرباء يعني أبونا ساعة طاسي أربع ساعات طافي. الناس ماتت من الضغط السكر يا رجال. أكثر الناس الآن مرضت في الحرب هذه، أنصابت بالسكر وبالضغط وبالنوبات القلبية من الخوف، بالذات الناس المسنين والناس الكبار. لا تكاد تخلو مدينة في محافظة عدن إلا وتم ارتكاب مجزرة أزاغت أرواح أطفال نساء وغيرهم، وهناك آلاف من بترت أقدامهم وذهبت أعينهم، ومن لا زالوا يعانون الإصابة. خارج من بيت خاله ينقض ناس في اصطابه، أجت الضربة الثانية لفوق كأنه ولدي راح عليا. مش بنقع، قلت له سن القلب دخل له. أي دم بيقتله، يقتل إنسان بريء يمشي بالخط كأنه قازع يدور لقمة عيشه. لا تسقط بالتقادم، حتى في القانون الداخلي جرائم القتل لا تسقط بالتقادم إلا بعفو ولي الدم، هذا في القانون الداخلي. والقانون الدولي الجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. مش متوقعين إن بهذا الحقد والظلم، هذا حقد الناس هذول انهم يعملوا من ابناء عدن هكذا. عدن كانت طيبه للشعب اليمني كامل وللعالم. احس بنفسي كانني مش داخل بيتي. اتمنى بس حمام داخل بيتي، اهم من الغرفه واهم من كل شيء. صدق انزليتني والله، وما كسرش حتى راه عند الجيران. يعني من سعر كم بتدخل عند الجيران بالحمام؟ ما تقدريش. في بعض اسر يعني مش لا ما تقدرش تسكن في بيوتها برا، نجري الايجار. ظروفهم صعبه، كان فين يروحوا؟ ما عندهم سكن، ما عندهم يعني فلوس يروح يدور سكن. الشعب يشتي الأمن والأمان، يشتي عيشته طيبة، يشتي الطالب يروح مدرسة بأمان. الشباب جلوس الآن بلا عمل، تجي الآن الشباب تلاقي بالركن 20 نفر يخطات وذا لأنه ما في شغلة. بقول للحكومة يعني إنهم يلتفتوا لنا، وقبل ما يلتفتوا لنا يلتفتوا لأسر الشهداء، يعني يقوموا بأسر الشهداء اللي هم الآن معانين والحد سائل فيهم، يقوموا كمان لنا نحن الناس التعابة الغلابة والذي بيوتهم الضررات والذي يعني محتاجين لجميع الشيء. لازال نحن نعاني من كل شيء. ستبقى جراح الحرب وأحزانها في عدن ما بقيت آثار الدمار وغاب الأمن والاستقرار. إنها معاناة إنسانية تكمل عامها الأول لمزيد من التجاهل والإصرار، ووعود حكومية
بالإعمار.